أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إني أديت مناسك العمرة، ولكن بعد أن أحرمت وضع رجل في يدي قليل من الطيب، وأكملت مناسك العمرة على هذا، إلا أنني عدت مرة أخرى فأحرمت من الميقات مرة ثانية وثالثة. والسؤال: السنة في العمرة الأولى هل هي تامة؟ إن شاء الله. وإذا لم تتعمد وضع الطيب على يدك وعلى ثوبك ليس عليك شيء، وإن تعمدت فإن كنت جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليك، لأن الناسي والجاهل لا يؤاخذ. لكن عليك في كل الأحوال، سواء كنت متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، عليك بإزالة الطيب، المبادرة بغسل الطيب من ثوبك أو من بدنك. فإذا لم تغسله جهلا فليس عليك شيء، أو نسيانا